في محافظة المنيا أشاد طلاب الثانوية العامة بمبادرة مؤسسة حياة كريمة تحت عنوان تقدر في 10 أيام التي تتضمن عقد محاضرات ومراجعات نهائية بالمجان في جميع المواد. وتقدم المبادرة مراجعات نهائية مجانية لطلاب الثانوية العامة في جميع المواد، وتشهد المبادرة تضافرا وتعاونا بين الجهات المعنية لتحقيق مصلحة طلاب الثانوية العامة ولتهيئتهم نفسيا لخوض الامتحانات. مبادرة حياة كريمة اللي حسيت ان هي فعلا ممكن تضيف لاولادنا وبناتنا طلبة وطلبات الصف الثالث الثانوي، وانا معاهم النهارده وبحاول ان انا يعني اي شيء اقدمه لاولادي وبناتي ده شيء بيسعدني، وانا بعتبر ان اللقاءات دي بتكون من اسعد اللقاءات لينا لان هي بتقربنا من الطلبه وبتخليهم يحسوا بان احنا مهتمين بيهم. طبعا نشكر كل المتطوعين في حياه كريمه. بالنسبه لاكبر استفاده احنا قدرنا نحققها في الوقت دوت، خاصه ان الامتحانات داخل علينا، خاصة في العربي أو في التاريخ أو في الجغرافيا أو في أي مادة من المواد العلمية أو الأدبية. إحنا أضفنا هنا حاجة جديدة، بس إن إحنا جبنا مدرس معانا هنا من نفس المادة اللي قبل الجدول، إنه بحيث إن هو بيدي جزء بسيط نص ساعة أو حاجة قبل الأونلاين، وبعد كده بنستمر معاهم في الأونلاين بحيث إن الطلبة لو احتاجت أي حاجة معلومة بيكمل معاهم يرجع للمدرس فيها.